قبل ده مقطع النهارده عشان حابب اتعرف على قناتي الجديده ويجز يوتيوب موفيز. هنزل ان شاء الله كل يوم فيلم هناك الساعه 5، فتاكد تروح هناك تعمل لايك شير في القناه تفعل الجرس. عندي تحدي ليكم يا شباب، احنا نوصل القناه النهارده او خلال الثلاث ايام الجايين ل 4000 سبسكرايب في اقرب وقت. انت التحدي ساكت مع المقطع ومشاهده وانت بعد ربنا ما كرمني فتحت مشروع حلاقي هنا بحرق للبنات وللولاد كوافير حريمي ورجاله يعني، فتاكد تعمل لايك شير في القناه تفعل الجرس عشان انا بيجي لي زباين كتير قوي قوي وفلوس اكتر. بس المشكله ان الزباين اللي بتيجي كلهم البنات كلهم حلوين، وان الولاد مش كلهم حلوين يعني، بس البنات كلهم حلوين. وبصراحه يعني البنات دي مزز قوي بصراحه، يمكن اكبر من سندريلا كمان، وانا ما بقدرش امسك نفسي من غير ما اعكس البنات دي، وربنا يستر وما حدش فيهم يجيب لي مثلا بابا ولا حاجه ويجي بقى يضربني، انا مش ناقص مشاكل. بص يا استاذ، انت يا استاذ انا ظبطت لك كل شعرك خلاص، فاضل بس ان انا ظبطت حاجه واحده، النضاره بقى عشان تبقى شيكه وانت ماشي. نضاره، طلع نضاره تكون ماشي، حلوه. هات لي النضاره هقول لك. استنى، عايز نضاره بس تليق على وشك عشان انت وشك ما بيليقش على اي نضاره، مؤاخذه يعني. عايز النضاره السوداء دي. النضاره واحده سود، انا واحده دي خالص دي بصراحة. انت ذوقك حلو والنضارة دي شيكة فعلا. بالظبط 3 ايام اكون ظبطت لك العدسات انا عايز دلوقتي والهونت بروند يا استاذ. يا استاذ الترابيزة يا استاذ، انت انا عايز دلوقتي. يا نهار اسود، انت عايز تبوظ لي النضارات اللي انا بشتغل وبيعها؟ عايز تبوظ لي مكان اكل عيشي وشغلي؟ اطلع بره يا استاذ. اه يا عم اتخلص، انا عايز اخلق. ثواني انا اسف يا استاذ، انا جاي لك اديني بس دقيقتين وجاي لك. هات يا عم 50 جنيه، يا عم هات 50 جنيه يا عم. انا عايز هات لي نضاره يا استاذ. 3 ايام هتكون جاهزه النضاره، هات 50 جنيه خد يا عم. ايه ده؟ مفيش تبس؟ مفيش زياده؟ لا مفيش، انا راجل معفن يعني. انا غسلت لك شعرك وانت كان شعرك. انا خد خد 50 جنيه ليه؟ بحرق في كل حته ب 25. في تكييف شغال، التكييف ده ببلاش، الكهرباء دي ببلاش. انا مش حاسس ان في تكييف، محدش قال لك شغال. طب اتفضل بره يا استاذ، اتفضل بره. انا هعمل حمام. ايه ده يا استاذ؟ ده حمام رجال يا لهوي، ده حمام. ايوه ما رجالي. انت اه انت رجالي صح. اطلع بره يا استاذ، اطلع بره، اطلع بره يا عم. عايز اعمل حمام. طيب تعالى يا استاذ، تعالى تعالى يا نسر، تعالى اتفضلي هنا، اتفضلي اتفضلي. بصي انا ظبطت لي كل حاجه في شعرك، انت اصلا قمر مش محتاجه حاجه تظبط في شعرك. يا اخي عبد الجميل، ايه الجمال ده؟ مين قال انت؟ بصي هقول لك بس على حاجه، انت بس شعرك محتاج استشوار وتيب ايه، ملك الجمال مش جميله بس، ايه رايك؟ طب ممكن بس اعمل حاجه؟ ايه اتفضلي اتفضلي. اللي انت عايزاه اعمليه. بصي بصي المرايه قدامك اهي، ظبطي شعرك، خش الحمام اتفرجي في المرايه، اعملي اللي انت عايزاه. القرف ده، القرف ده يا لهوي. ايه ده؟ انت يالا، انت يالا هتزروت المكان الله يخرب بيتك. قوم يا لهوي. اتفضل اتفضل بره يا استاذ، اتفضل بره. ده باين انت عملت حمام ب 50 جنيه، هات 50 جنيه كمان، هات 50 جنيه. ايه يا عم؟ لا مفيش، يلا امشي. ماشي يا عم ماشي. عايز ادخل اكمل. ايه يا استاذ؟ طب لك البوليس والله على زباله. فاتحين كوافير يعني ولا فاتحين حمام صغنين؟ اتفضلي يا استاذه هنا، اتفضلي. ايه الامر ده؟ مش هتخشي الحمام يا استاذه؟ اتفضلي اعملي انت عايزاه. لا لا لا، عايزه بس اخش شعري. اتفضلي اتفضلي يا علي، اتفضلي. بصي والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه، انت ذا القمر، انت بيرفكت بيوتيفول، ايه الجمال ده يا جدع؟ حضرتك اسمك ايه؟ حضرتك اسمك ايه؟ لا مالكش دعوه. اسمك ملك، اسمك مالكش دعوه. الله، لا لا بجد انا عايز اعرف اسمك ايه. لوزه. ايه لوزه؟ الله يا جدعان، يا لوزه المكسرات ولا انت اسمك لوزه؟ لوزه لوزه هنجم. يا اتفضل ارجع لك لورا يا استاذ، اتفضل ارجع لك لورا، ارجع بس لورا يا استاذ. الله عليك الله عليك يا استاذ، وانت فهماني كده؟ ده انا كنت بحلى لبهايم قبل ما ايه ما اسف انا اسف، ظبطت لك السخن والساعه، ظبطت لك السخن والساعه، خلاص هظبطها لك اهو. خلاص كده هينزل ميه سخنه، هينزل ميه سخنه. سخنه عليا انما سخنه دي. انا ظبطت بس كده. طيب اتفضلي اتفضلي. بصي بقى يا استاذه انت هوي هوي. خلاص 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 ظبطت لي كل حاجه. اتفضلي يا استاذه حاسبيني، لو معكيش فلوس خلي عني خالص والله، والله بتكلم جد. انا انت حسابك كام؟ ايه والله الاتفاق يا استاذه، الاتفاق. ممكن اخد بوسه وما اخدش حساب خالص، قصدي اتفضلت حساب الحساب الكامل، ما اتفضلش في حسابك يا استاذه باتي. بص ممكن بس حضرتك تعمل لي سكاونت جنيه؟ حضرتك دفع 10 جنيه؟ لا امال ايه؟ دفع 24. اه 24. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا اسف. هقول لك بس على حاجه، خليك هنا يا استاذه ثانيه جاي لك. تعالي 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 يا وش الفقر، انت انت جايه لي مكان شغلي ليه؟ انا ما بعكسش حد، انا مش بعكسها. انت دي استاذ شاكه فيا؟ ها؟ شاكه فيا؟ بتعمل ايه يا منيل؟ يا نهار اسود. بص هقول لك، بس هقول لك، انا اصلا ما كنتش بعمل حاجه، ده انا بحلق للست عادي، بحلق لها بس، قصدي باكلها شعرها بقى. بتعكسها وبتقول لها هاتي بوسه ومش حاسبك؟ لا 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 لا، ده انا تخيلتك انت اللي جوه، تخيلتك انت. هو انا اقدر
انا اقدر اعمل كده؟ انت تتوقعي ان انا اقدر اعمل كده؟ لا كنت بتغسلها شعرها يا بنتي. ده بصي كوافير هير هير هنا 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 الناس بتيجي عشان خاطر يظبطي شعرهم. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، تعرف انا مش هحلق شعرك هنا ليه؟ ليه؟ عشان انت مش محتاجه. انت يا بنتي مالك يا بنتي؟ انت مالك ومش محتاجه ان حد يظبط لك شعرك؟ انت اصلا مش ايه بتوقفني بالكلام بس برضك عمري ما هسيب الموضوع ده يعدي بالسهل. اسمها بتثبتني بالكلام، ما بتثبتني يا نجم. بتوقفني؟ لا اسمها بتثبتني يا نجم. ممكن تسيبيني اخش للست اللي جوه اخلص معاها واروح لك على البيت على طول؟ هعزمك في مطعم النهارده اول ما اخلص الشغل، هخليكي بصي تحبيني حب بصي جامد جامد جامد. اوكي المطعم هيعجبك جدا، انا اتفكر انت على الله بقى. يلا اتفكر على الله، خش للست اللي جوه بقى. يلا يا اتفضلي يا استاذه، اتفضلي استاذه، اتفضلي. انت كنت قاعده بتزعق دي؟ لا ده دي واحده كده، واحده ما اعرفهاش جاي عايز متسوله، عايزين احلى لها ببلاش. لا سخت، انا هموت بجد على النضاره دي. أيوة بجد دارة. هموت على النضاره دي قلبي دي. اقول لك النضاره دي ببلاش عشان خاطرك انت يا جميل، كفايه لسه ان انت تلبسي النضاره دي، كفايه بس انت تلبسي. لا 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 انا اسمي مو ده، انا بكره ان شاء الله هاخد بس فلوس من بابايا وهاجي احاسبك على كل حاجه. يا ستي من غير فلوس خالص، خلي عنك، احنا عندنا كام قمر زي كده. مين الواد ده؟ مش عارف ده عايز ايه يا عم؟ عايز ايه؟ بابا فتحت حلاقه. انت مالك انت؟ انت ولا انت ما فيش مدينه، ما فيش مدينه نهار اسود. طب ما اتفضلي انت يا استاذ عشان في حاجات هتحصل مش هتعجبك خالص دلوقتي، اتفضلي انت يا استاذ. بس بس هدخل بس اسمه ايه ده؟ ايه ده بنت؟ تعال ولا ولا خد اقول، تعال اقول، تعال خد اقول لك، تعال تعال ما مالكش، ما لكتش عليك، تعال ورا، تعال ورا، تعال ماشي تعال. بص لما كان انت كده فلوسك تمام صح؟ تمام يا استاذ اتفضل، لو عايز اي حاجه معاك فلوس تروحي، معاك فلوس تروحي. اه معايا الحمد لله. خد يلا. ايه ولا انت يلا، مفيش مكان باجي فيه اشتغل فيه غير لما بتقرفني. يا مؤاخذه يا استاذ ضايقك ولا حاجه؟ اضربي حرامي حرامي. يا استاذ احنا اسفين، احنا اسفين يا استاذ، احنا اسفين. يا 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 ابني الله يخرب بيتك يا ابني. تقلق بص حبيبي، بص يا بابا، دي جايه عندي تحلق بتديني فلوس، يعني انا بشتغل عندها عادي. انت كده هتطفش لي الزباين يا ابني بالله عليك. يا ريتني كنت غرقته وسبته يغرق، يا ريتني. بص يا ابني انا اقول لك كلمتين. استغنى عني يا باسم؟ والله اه. والمصحف اه. سيبني يا ابني، سيبني في حالي يا ابني. بص انا مش معنى ان انا اتجوز اختك يعني انت تقرفني في عيشتي. بقول لك على حاجه. بقول لك ايه؟ قول لي. ايه؟ قول لي انت لو. اجر لي بيت، عايز اقعد معاك. يا عم انا اصلا مش طايقك، وبعدين مش هدفع لك فلوس بصراحه، انا شغال هنا و انا معايا، ما انا رحت. بص انا عملت مشروع. ايوه مصر. انا رحت سرقت اكيد حد، انت بتعملش مشاريع انت. بقول لك عملت مشروع ايه؟ اه بنصدر اللب البايه، بعض ازز اللب كده وابقى اللب من غير قش. يا ابني وانت مشاريعك كلها غبيه كده، يعني انا اعرف واحد كان غبي برضه، هو نفس البني ادم الغبي اللي واقف ورايا ده، كان عاوز يصدر صراصير، يصدر صراصير للصين، غبي يعني. طب صدر دبان، حاجات ليها لازمه بتتاكل مفيده، غبي انا. ما هو عندهم كل حاجه. بقول لك ايه، روح انت عرف اختك قول لها ويجز يوتيوب بيقول لي. بقول لك انا اشتريت سلسله ذهب وجايالي في المطار، روح اجيبها. سمسمه ذهب ولا سلسله ذهب؟ سلسله ذهب. يا لهوي جبتها من حقها منين يلا؟ جبت حقها منين؟ من محمصة اللب. محمصة اللب برضه يا ابن الحراميين، ولا انت مش سالك؟ بقول لك اتكل على الله يلا، اتكل على مكان اكل عيش. مش يا عم يا عم امشي مكان اكل عيش يا عم. طب عايز اجيب فول، هات 5 جنيه يا عم. امشي امشي امشي. يا رب كرمنا يا رب، يا رب كرمنا يا رب زباين كده تكون زي الفل. اه الواحد بيتعب فوق من المكان ده سريع. يعني عندي محل حلاقه شياكه رجالي وحريمي وفي الاخر يتعامل معايا كده. ماشي 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 يا بني ادمين. ايه باسم؟ باسم يا لا يا لا، اطلع لي بسرعه، تعالي بسرعه. يا فين دي؟ انا هنا يا احول، وراك. ورا ورا فين؟ وراك. ايه ده؟ مش شايف. ايه ده؟ بتعملي ايه هنا؟ يا بنتي راح فين؟ رحتي فين؟ الله يخرب بيتك. تعالى تعالى تعالى. اجي لك منين؟ طب اعدي منين؟ انط منين انا دلوقتي؟ انت اقنعتني، تعالى ننط من فوق بسكت الزباله ده. عايز ايه؟ هي خلاص وصلت. انتهت؟ ايه زعلان عليك؟ بصي يا بس شايف المكان ده؟ لا لا ما تغنيش. هقول لك على حاجه، استنى. لا 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 استنى انا وانت نغني. لا 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 لا، انت عايز الناس كده، عايز الناس كده تلوث في ودنها؟ طب انت تغني انت. هيجي لهم تلوث سمعي بالله عليك خلاص. انا عازف هنا، انا عازف هنا. طب قومي، طب قومي انا اغني. قومي ماشي يلا، وانا هقف هنا عازف. اوكي اغني ابدا. يلا ابدي ابتدي. ايه ده كل ده جمهور؟ الله الله الله. اوكي يلا يا سعاده الجمهور معايا، يلا انا هغني وانتوا تسقفوا على السقف. اوكي يلا يلا. قولي مش فاكره بعدك، قولي فاكره اني سبتك وانت سبتنيش. هو الناس مشيت ولا ايه؟ يا بنتي راسحت فين؟ ما
موجود هي يا باسم بس بتسمع. طب بص يا باسم اسمع، تعالى بس تعالى. الناس اللي جايه تلبس وراك، الله يخرب بيتك. بقى اغني، اغني تاني بقى، اغني شعبي، اغني شعبي وتدمع وجرح وخراب. بلاش 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 بلاش. هو اصلا يعني عصام صاصا لو سمع الكلام ده اصلا هيبطل غنى. بلاش ليه ليه يعني ليه؟ اغني الحماقي. ايه غني الحماقي؟ حماقي يا بنتي، حماقي ده مطرب مشهور. استني يا بسم الله بقى، بس لو هتغني الحماية ومش هتغني حماتي. اسمع بس. امورة سنيورة. كان بيعمل كده. ده حماية مش ده حماية؟ بس ام بس من السنة. اوبا تنبلي بالسمسماء. بلاش بلاش عادي، بلاش نغني لابو كرش ده، تعالي يعني غني حد تاني. على فكرة يا بس انت عارف هم لسه دعونا؟ مين لسه دعونا؟ قالوا اكتر بارتين هيسموه ده هيغنوا. انا كنت اصلا اعمل لك مفاجاه وهجيب لك حاجه حلوه من الدكان يعني، ومش اي دكان ده بيبيع تورت، بس خساره فيك والله خساره. تعالي تعالي يا عايز تويتا على ام زبلحه، هيجيب لي تويتا، هيجيب لي تويتا. والله انا مش فاكر المكان كان فاتح فين. تعالي انا ابوها، خدها بس بس يا عم بحل عني بقى يا عم يا عم حل. ايوه يابا الفلوس ظهرت دلوقتي. ايوه السلسله يابا. ديب مطر ديب مطر يا عم انا اتبليت. ازيك عامل ايه؟ والله طمني عليك. بس بس امشي، تعالى 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 انا هجيب تورته ونروح. روح هات العربيه يا ستيف، هات تورته ونروح. روح هات العربيه. ماشي. هو المكان ده بيبيع ايه؟ ده مطعم بيبيع ايه ده؟ بيبيع ايه ده؟ بيبيع مش حاجه؟ ده كافيه؟ اوكي ده احنا مش هدخل سلسله كافيه اكيد يعني. مش وش تخش كافيهات دي وش تخش خناقه، تخش معانا بلطجيه. لا تسمحني يا فندم، الدوناتس دي بكام؟ يا بنتي تعالي. باسم هات لي الدوناتس دي. السلام عليكم. بص بص عليكم السلام يا بارد. بقول لك يا كارل بعد اذنك، عايز تورتايه؟ استنى يا ابني انا بايا بس المحل. استنى ايوه عايز تورتايه؟ هو انت بتتكلم من بقك انت بتتكلم منين يا كارل؟ انتوا بتحبوا بعض؟ انا اهو يا ابني انا اهو. عايز تويتايه و بالشوكولاته؟ عايز تورتايه بالشوكولاته اهي خد. ما سيبها انا خدها. بكام دي؟ خمس حبيبي. طب بص تاخد اتنين بقى، عايز دي واحده بالشوكولاته وواحده من غير شوكولاته. لا يا ما عنديش غير بالشوكولاته. بطلت كام بالشوكولاته؟ استنى اشوفها هنا. خد يا سندريلا خد، مع اني خساره فيك والله، هار ونار في جتتك. طب في واحده قيمه. هات يا عم هات. قيمه قيمه. في اويو في اويو. ايوه ايوه. وانت شوكولات؟ لا. ايه؟ تعالي تعالي يا عم انت في الحباب كده ليه؟ بص يلا. بص بص يلا. تعالي احنا نروح بقى على البيت على طول، عشان انا تعبت بصراحه ومليت من المكان ده. هنروح بيتنا. مع اني على فكره شغال وبكسب، بكسب كويس. عارفه الست جت الحلقه دي دفعت كام؟ دفعت 20 جنيه وبوس. قصدي 20 جنيه وموتة الناموسه. معلش معلش بتلخبط انا في الكلام بس تعالى. طيب خش حصليني. باسم احنا هنتفق اتفاق من دلوقتي. هنتفق اتفاق من دلوقتي. ايه الاتفاق من دلوقتي؟ انت عاوزني روح طلعني من بيت ابويا. ايه؟ اخر كلام. ما ينفعش اطلعك دلوقتي؟ ما ينفعش. ما عايز اخلص بسرعه والله. ورايا مشوار. انت مالك انت يا عم؟ وراجل ومراته بيتكلموا. انت يا ابني المتحشره. يا ابني راجل ومراته بيتكلموا، انت مالك؟ انت مبطل عشان انت ايرون جولم وعندك عضلات وانا عندي عضلات. انا خيالها. يلا يا ابني المحشوره. بس بس اجري 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 اجري. شايف عنده عضلات وبيروح الجيم. تضربين الراجل ليه؟ تضربي الراجل اللي هي مفتريه. انت جبت لنا الضرب بعد مع الكائن الغريب اللي احنا مش عارفين اذا كان بني ادم ولا خنزير. جه المدينه هنا فاضطرينا ان احنا نسيب له البيت بتاعنا ونشوف. احنا بيت بعيد يكون قريب من المكان اللي انا بشتغل فيه. خلاص انا قررت ان انا اثبت في شغلانه ان انا اشتغل كوافير دي، اشتغل حلاق للبنات واطرد الشباب اللي هي كلهم، مش هشتغل حلاق للولاد تاني. اشتغل معاك يا ابني. ابص رجليك يا ابني، ابص رجليك. تاخد كام وتمشي المدينه دي؟ قول لي تاخد كام. انا جبت شتر البيت اللي جنبك. بالله ايه؟ ما انا سبت لك يا ابني البيت اللي هناك. ما انا سبتهولك. جاي تعمل ايه؟ ما بعته الشريط ده. ليه بعته ليه؟ ليه ليه بعته؟ على بص على بص مظبطت. ايوه يابا. اطلع ازاي بقى دلوقتي بعد ما انا نزلت يا بني ادم غبي؟ وجاكوزي وحمام جاكوزي. عندك جاكوزي بقى انت؟ عندك جاكوزي؟ ده انت كنت بتاكل ايس كريم بالعيش يلا يا فلاح. تحت فين؟ تحت تحت ما تحت. بتعمل اسانسير كمان؟ بتعمل يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه يا محنك. يلا امشي من هنا. ماشي يابا. ما ناس ما فلوسك كتير عشان السلسله دهب زي حمو بيكا. ماشي راجل غني. هي ناس الاغنياء كده مش عارفين يودوا فلوسهم فين. ايوه والسرير كمان والسرير انا مش هتكلم.
يا لهوي حاطط دولاب بنات، دولاب بنات انا اروح اجيب لك سندريلا، والله لا اجيب لك سندريلا، دولاب بنات اللي عندك ده يا عم. انا مالي انا يا عم والله ابدا يا سندريلا. اطلع شوف اخوكي في دولاب بنات فوق، اطلعي اطلعي. اخوكي اخوكي بيسحب بنات. تعالي بصي انا مش هتكلم، اتكلمي انت بقى. انا مش هتكلم يا ابني، يعني انت سفت ليلتي من ورا بتلبس لبس انزل بقى؟ انزل ربنا يقدرنا على فعل الخير. انزلوا بالشبشب، انزلوا بش ما تسيبهوش، انزلي له. طب ما تسكت بدل ما افضحك انا بقى. لا 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 تلاقي الدرد ده جه عنده بالغلط يا بنتي، هنظلم سيف هنظلمه وخلاص يعني خلاص خلاص خلاص. وبكده عشان تكون سنات وقت، ما تنساش تعمل لايك شير في القناه، فعل الجرس، يلا سلام.